22 ديسمبر تأخر، ولكني في الجلسة برزت واحد الإشكالية عميقة جدا ومهمة، هو الموضوع ديال الشكاية ديال وزير الداخلية. على حسب المحاميين ديال وزير الداخلية، وأنا متفق معهم، وإذا كان الأمر يتعلق بنشاط السياسي وبأفكار السياسية، لا يحتاجون إلى إذن ديال النقيب ديال المحامين، لا ديال الدار البيضاء لا ديال الرباط. ولكن إذا كان الأمر يتعلق وفعلا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت كتسولني على وهيبة خرشيش، على الضابطة المحترمة، على عمر الرادي، على هاجر ريسوني، على توفيق بعشرين، على ناصر الزبزافي، على سليمان الريسوني. وبالتالي ما كيفاش نفسر لكم، كخصهم يسحبوا الملفات من الملف ويسولوني على الشكايه ديال وزير الداخلية، اللي حسب المحامين ديالو حدوها فقط بإهانة هيئة هي لا ديستي، المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني. ولكن أكد لكم بأن هذا الموقف ديال الحزب المغربي الحر لا رجعة فيه. حنا ضد البوليس السياسي، وغادي نبقاو ضد البوليس السياسي. وهاللعبة هادي أنهم مشاو جابوا لنا واحد الأميرة ولا مرات واحد الأمير في الخليج باش يغطوا بها القضيه ديال لا ديستي، ما تخدم ليهمش، لان خدمت لهم في القضيه ديال عمر الراضي. جابوا له واحد السيده ونسينا فوربايدن ستوريز وبيغاسوس والتجسس ديال اسرائيل. دابا حنايا من جديد كنعاود نقول لكم، المشكله اللي عندنا هي مشكله واضحه. عندي مشكله مع لا ديستي، بغى يديني ماشي هيئه، انا ما عندي مع الهيئه، ما عندي مع حتى شي مشكله. الهيئه ديال محافظه التراب الوطني تمشي تسند الصفوف ديال الاستعلامات العامه، عندي مشكله مع الشخص، لان سميتو هبطي في الحموشي، بغا يديروا به اله وحموشي، وانت وانا كيف وهذاك اللي كيبيع الزريعه، بالك تغلط. القانون الجنائي ما كيردكش فوق الامه، القانون الجنائي كيقول لك المالك وعائلة الملك ما تجبدهمش على فمك. باب القانون كيقول لك مستشار صاحب الجلالة دعاه، وإذا بغيتي تدعاه. أمور واضحة للإخوان.